عم إسماعيل وقد أدرك العقد الثامن من العمر يقطن بمدينة عين مليلة ولاية أم البواقي. بعد استفادته من دورة تكوينية في الصيد البري يتحصل على رخصة الصيد، هي حلمه الوحيد الذي ظل يراوده منذ سنوات. الحمد لله اليوم رديت الرخصة باش نصيد متهني. بس الحمد لله رب العالمين، راني السما اليوم حر، هذو نصيدوا مع بعضنا ما نخليو حتى بلصة. نروح المعافى صيدنا في الريس، صيدنا في أشمون، صيدنا سيدي مرحوم الدين فلوطايا. ففي لقاء ضمن مراسم توزيع رخص الصيد على 84 صيادا بمقر الدائرة، الشيخ المسن يتطلع إلى محاربة الصيد الجائر. والقوارد يقوموا بالدور نتاعهم، سيدي مرحوم الدين، وترجع الحيوانات كما كانت بكري، وترجع الصيد ويرجع الصيد حلو ماهوش كيما درك. الحاج إسماعيل اللي راه عمره 84 سنة هاو اليوم خلاه ربي يحيي إن شاء الله، وتحصل على رخص الصيد، على رخصة الصيد نتاعو، وهذا بفضل المجهودات الجبارة نتاع السلطات العليا وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية. واش ننبهوا لسوق الصيادة نتاعنا؟ ماذا بينا اللي تهيكلوا داو البرميات نتاعهم، يتبعوا شوي القانون، يحميوا شوي البيئة، يحميوا شوي الثروة الوطنية. فأمثال عم إسماعيل من الصيادين كبار السن تنفسوا الصعداء بمنحهم الرخص، وذلك بعد رفع التجميد على الصيد الذي دام لأزيد من 20 عاما، حيث أبدت جمعية النسر للصيد بعين مليلة استعدادا لمرافقة الصيادين.